خبز الدار ياكلوا البراني. مثل قديم كانوا يضربوا جدادنا على البنت الجزائرية اللي كانت تتزوج من غير قبيلتها، وكان الرجل الجزائري من غيرته على ابنة بلده يرفض رفضا تاما هذه الفكرة. ومن أجل إيصال صدى هذا الرفض ألفت بعض أغاني الراي التي تتغنى بهذا المثل الشعبي. وخبز الدار هو أكلة شعبية جزائرية تصنع من السميد أو الطحين وتزين بالسانوج، ويتم وضعها داخل الدار حتى تستوي. والدار هذه تعرف باسم الكوشة. كانوا يخدموها جدادنا بالطين على شكل كوخ صغير عنده بوابة أمامية وفتحة في السقف تخرج الدخان. وكان خبز الدار يقدم مع اللبن أو المرق، وبهذا جمع بين لذة الذوق وحمل معاني توحي لشخصية الرجل الجزائري وتمثل رجولته وشهامته وغيرته على ابنة بلده.